السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ النهاردة خليني أخش كده باختصار، عايزين نتكلم على شابتر 4 بتاع البرودكشن مانجمنت. فخلينا نبدأ على طول عشان يبقى فيديو قصير يعني ومطولش. هو المنهج يعني الشابتر ده فيه أسئلة كتير وشوية أفكار حلوة كده، فعشان ننجز على طول. مبدئيا خلينا هعمل ايه، ان انا هخش على الأسئلة اللي هي محلولة من باشمهندس زكي، ونحلها تاني كده ونشرحها يعني. طيب أول حاجة حلها كان 4-5. ف4-5 ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ال Carbonate Hospital D is considering the purchase of a new ambulance، عايزين يشتروا عربية تسعير جديدة. فال decision will rest partly on the anticipated mileage، هيحددوا على أساس ال forecast بتاع ال mileage أو المسافات اللي هتمشيها السنة الجاية، ومديك المسافات اللي مشيتها السنين اللي قبل كده، عربيات مشيتها السنين اللي قبل كده لمدة 5 سنين فاتوا يعني. فبيقول لك forecast the mileage for the next year اللي هي السنة السادسة اللي هي بعد 5 سنة using a 2-year moving average. حلو. طيب ايه ال moving average الأول؟ moving average ده إن احنا بنحسب، خلينا نشرحها على هنا. أنا دلوقتي مثلا عايز moving average بتاع السنة التالتة اللي هي دي، أنا عايز ال moving average بتاع دي، فهاخد السنتين اللي قبلها دي وأقوم قايل 3 زائد 4، يعني المايلج هنا 3000 زائد 4000، ماشي. هعمل لهم اد بلس بعض وأقسمهم على عددهم اللي هو 2، فطلع الأفريج منهم، فهنا هيطلع لي 3.5. مظبوط. ده كده أفريج. حلو. ده طبيعي. لما عايز أخش على السنة الرابعة، أنا عايز أخش دلوقتي على السنة الرابعة اللي هي دي، عايز أعمل فوركاست لدي. فالموفينج افريج معناه ايه؟ ان انا مش هاخد افريج ده بس، لا انا كده خلاص بقى هكنسل الاولانيه دي واخد اقرب شهرين قبله، فانا هاخد 2 و3، هقوم واخد 4000 زائد 3400 واقسمهم على 2، ف4000 زائد 3400 الفرق بينهم 600، يعني 3700. فده كده ده الموفينج افريج، ده الكونسبت بتاعه. طيب السؤال هنا بيقول عايز ال 6 year، فهو هنا عمل ايه؟ خد ال 3800 زائد 3700 وقسمهم على 2 وطلع الافريج هيبقى 3750، وهو ده فعلا كده. دي اول اجابه. طيب بيقول لك فايند ذا ماد بيزد اون ذا 2 يير موفينج افريج. بيقول لك انت يو ويل هاف اونلي 3 ييرز اوف ماتش داتا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني عشان برضه فاهمكم الهنت دي، يعني ايه؟ انا دلوقتي عايز اطلع الماد الاول اللي هو فين هنا الماد؟ الماد هنا مين average deviation، تمام؟ هو ده نوع من ال error، فأنا بحسب error based على ال actual forecast و sorry ال actual demand مثلا وال actual forecast وال forecast demand، معلش سوري، ال actual demand وال forecast demand أو ال actual mileage مثلا وال forecast mileage على حسب أيا كان القيمة اللي أنا بحسبها يعني. فده هنا ده انا كده عايز احسب الايرور. حلو. بيقول لي انا 2 year moving average. حلو. 2 year moving average يعني انا هاخد هبدا احسب من بعد اول سنتين. هو ده الهنت. هو بيقول لك انت كده معناها ان انت معاك 3 سنين بس من ماتش داتا. ماتش داتا يعني داتا انت تقدر تستخدمها اللي هي فيها فوركاست وفيها دمان، لان عشان استخدم ال 2 year moving average لازم يبقى عندي سنتين ما قبل الفوركاست اللي انا هعمله. ليه؟ يعني 2 year moving average قلنا ان هو بياخد السنتين اللي قبل حاجه عشان اعملها فوركاست، فانا لازم يبقى معايا سنتين من الداتا اللي هم دول قبل ما اعمل فوركاست. فعشان كده لما اجي احط فوركاست هيبقى عندي مثلا let's say يعني هنا فوركاست اهي، فهنا هيبقى داش وهنا داش وهنا ارقام، بقى هنا ارقام وهنا ارقام، بس دي هتبقى صفر، مفيش حاجه هنا، عشان انا مش عارف اعمل فوركاست لحاجه يعني بيستخدم 2 year moving average وانا ما عنديش prior history للسنتين في ورا. فكده دول هيبقى ما لهمش فوركاست، هيبقى ليهم الاكتوال بس، ودول هيبقى ليهم فوركاست واكتوال. وده اللي هو عمله هنا فعلا، قال لك ان الموفينج افريج هنا مفيش فوركاست هنا، وطلع فوركاست هنا بيزد على ده، قلنا 3000 و4000 3500، وبعدين خد 4000 و3400 وقسمهم على الاثنين وبقى 3700. ده الفوركاست بتاع دول، وده نفس الكلام الفوركاست بتاع دول، هكذا يعني. سوري اسف انعكست، ده قصدي نفس الكلام وده الفوركاست بتاع دول. بس وبعدين طبعا اخر حاجه احنا كنا مطلعين الفوركاست بتاع السنه السادسه، تمام جبناه.
دلوقتي هو عايز يطلع المين افريج ديفيشن. المين افريج ديفيشن دي المعادله بتاعته اللي قلنا عليها، الاكشوال ناقص فوركاست، ابسولوت الاكشوال ناقص فوركاست. طبعا سيجما يعني هدي كل السنين مقسوم على عدد السنين اللي موجود، فهنا خد دول. الابسولوت ايرور هنا الفرق بين دول كام؟ 1000، 100 قصدي، الفرق بين دول 100، الفرق بين دول 100. التوتال بتاعهم هنا 300، ده توتال مش اسم، ماشي؟ فده التوتال 300. والويتد موفينج افريج هنا لا ثانية كده عشان مش عارف دي هو احسبها ليه. تمام، ده السؤال التاني. تمام، ده السؤال التاني هنا طالب ان هو تستخدم نفس الحاجة تطلع المات بس بويتد موفينج افريج. فهو انا حسب الويتد موفينج افريج هخش عليه واقولها طيب بس خلينا نكمل دي. فاحنا فين؟ فطلع ال 300 دي، 300 ده اللي هو قلنا عليه الاكشوال ناقص الفوركاست ابسولوت وسيجما ليهم، يعني اجمعهم كلهم على بعض. ف300 قسمهم على عددهم اللي هو 3، فطلع ان الماد ب 10، ب 100 اسف. وبعدين السؤال اللي بعده قال له استخدم الويتد موفينج افريج. فخلينا نشرح برضه الويتد موفينج افريج. هو زي الموفينج افريج، ان انا باخد افريج حاجه واحرك اللي بعدها. يعني عايز اطلع السنه الثالثه هاخد افريج السنتين اللي قبله، ده لو سنتين. عايز اصنع السنه الرابعه هاخد افريج الثانيه والثالثه، بس باختلاف بسيط ان انا بحط ويت، بحط وزن لكل سنه. يعني انا بالنسبه لي السنه الثانيه اقرب للسنه الثالثه، اقرب في التفاصيل، اقرب في السيتويشن اللي انا فيه. مثلا لو في حاجات اللي احنا بنتكلم عن الديماند مثلا في شركه او حاجه، فأعرف الوضع الاقتصادي، أعرف الوضع المدينة، المكان، الطرق، أيا كان، فهو أقرب للفوركاست ككونسبت. مش عارف أشرحها إزاي بأي طريقة تانية، لكن كل ما يبقى الشهر اللي ورايا أقرب كل ما الويت بتاعه يبقى أعلى. فهو ده اللي هو عمله، قال لك إن الويت for the most recent year السنة الأقرب 0.6. فأنت من الآخر هتاخد ال 4000 دي مثلا، لو أنا بحسب الـ weighted moving average سنتين ويتد موفينج افريج للسنه الثالثه دي، فاخد السنتين اللي قبلها، هاخد السنه الاقرب فيهم واضربها في 0.6، والسنه الابعد اضربها في 0.4. تمام، فهو خد 3000 مثلا. هو هنا حسب على مين؟ حسب للسنه الثالثه. فخد 3000 ضربها في 0.4 زائد 4000 مضروبه في 0.6، حلو. وبعدين قسم الناتج ده على 2 هيطلع له الرقم ده، احسبوها. نفس الكلام بقى هيعمله في انا عايز السنه الرابعه، فياخد الرقمين دول. طبعا انا بحسب لما باجي احسب فوركاست باخد الاكشوال يا جماعه، ما حدش يفكر ان انا اخد الرقم ده تاني، بحسب بس بحسب الاكشوال. فانا هاخد 4000 زائد 3400، وبعدين اضرب ال 3400 في 0.6 وال 4000 في 0.4، وبعدين اجمعهم على بعض واقسم على الرقم، هيطلع لي الويتد موفينج افريج ده. حلو، بس فهطلع الويتد موفينج افريج لبقيه السنين واطلع الفرق بينهم. هنا 3600 ناقص 3400 الايرور هنا 200، 3640 ناقص ده الايرور هنا 160، اللي هو برضو الماد اكشوال ناقص فوركاست ابسولوت الاكشوال ناقص فوركاست، واجمعهم على بعض واقسمهم على عددهم. فهنا جمعهم على بعض 420 قسمهم على عددهم طلع الماد بيساوي كذا. دي بيقول لك compute the forecast for 6 year using exponential smoothing an initial forecast for 1 year for year 1 of 3000 and alpha 0.5. حلو، طيب عايز السنه السادسه، عايز اعمل فوركاست للسنه السادسه باستخدام exponential smoothing. ففي الاكسبوننشال سموذنج خلينا فين هي؟ تمام، الاكسبوننشال سموذنج دي المعادله بتاعتها، الاف تي اللي هو يعني الفوركاست ترند او الفوركاست بتاع السنه دي، تي دي يعني اللي هي سنه رقم 6، فوركاست سي تي بتساوي 6 هنا. ف اف 6، اف 6 بتساوي اف 6 ماينس 1 يعني الفوركاست بتاع السنه اللي قبلها سنه 5 زائد الالفا. هنا مديك الالفا هي بتبقى دايما من 0 ل 1، فهو مديها لك هنا كانت بكام؟ 0.5. حلو، فهنا 0.5 مضروبه في الاكشوال بتاع التي ناقص 1 اللي هي اكشوال بتاع سنه 5. هنا الاكشوال هنا بتاع السنه الخامسه اللي هو 3700، ده الاكشوال، ده الاي تي ناقص 1، ده معناه. وبعدين الاي تي لو انا هقول مثلا الاف تي او الاي تي، ده بيكون الفوركاست بتاع السنه اللي انا عايزها اللي احنا قلنا هنا اهي دي الاف تي، وهنا اف تي ناقص 1. ف
ففي اف تي ناقص واحد ده فوركاست السنة اللي قبلها اللي هو ده سوري ده الاكشوال السنة اللي قبلها الفوركاست اللي احنا جبناه من شوية سوري. هتلاقي هنا فين الفوركاست، انا قلت ان الفوركاست بتاع السنة اللي قبلها ده بالموفينج افريج وده بال اسمه ايه ده اسمه الحين بالويتد موفينج افريج. اوكي انا بس اتلخبطت بحاجه بالمناسبه. هنا قايل عايز الانيشال فوركاست فور يير واحد ب 3000، فانت محتاج تعمل ايه بقى في السؤال ده؟ محتاج ان انت تجيب الاكسبوننشال سموذنج بتاع السنين كلها عشان عشان تحل المساله الاخيره، يعني عشان تحل المساله انت عايز السنه السادسه، فانت محتاج السنين اللي قبلها كلها. فانت محتاج، هو مديك ان اول سنه 3000، فانت كده محتاج ده معاك الاكشوال هنا، هقول لك هنا فوركاست وهنا كاتب لك ده 3000 برضه حلو. فانت هتبدأ تحسب من اول السنة التانية، تجيب هتعوض في المعادلة دي حلو، هتجيب اف تي اللي هي بتاعت السنة التانية بتساوي اف تي ناقص واحد، هنا فوركاست كان 3000 هو مديفن، ومعاك ده ومعاك ده ومعاك ده، هنا في اكشوال وهنا في انيشال اكشوال وفوركاست. فهنا فور اكشوال وفوركاست هتحسبهم، وبعدين هتجيب فوركاست تاني للسنة التانية، وبعدين دي فوركاست تاني للسنة التالتة والرابعة والخامسة تمام. هتجيب فوركاست لكل دول زي ما هو عمل كده اهو، ويحسب الفوركاست الأخير عشان يوصل السنة السادسة. هي دي الطريقة ان انا احسب ال exponential smoothing. انا كنت بس مسقط حتة بتاعت دي عشان كنت متخيل ان هو عاملها، لكن هي ما كانتش given، انت محتاج تعملها انت بنفسك. فلازم هتبدا اول واحده بس، هو مديك اول سنه، فانت محتاج تحسب السنه الثانيه والسنه الثالثه والسنه الرابعه والسنه الخامسه عشان تعرف تحسب السنه السادسه تمام. طيب انا حاسس ان طولت في السؤالين دول، فخلينا نمشي بسرعه شويه. طيب 4 13 يقول لك demand for heart heart transplant surgery has increased عمليات ال اسمه ايه ده القلب اللي هي نسيت اسمها ايه بالعربي، بس هارت ترانسبلانت يعني ماشي. بيقول لك توقع من 6 سنين الدايركتور اوف ميديكال سيرفيس توقع من 6 سنين ان الديماند في يير واحد هيبقى 41 سنه. فكده معناه ان هو مديك دلوقتي ده الاكشوال اهو، وهنا قال لك ان انا كان عندي فوركاست الاول سنه بس كان 41 هنا حلو. استخدم اكسبوننشال سموذنج حلو. بيقول لك استخدم اكسبوننشال سموذنج first with a smoothing constant of 0.6 then with one of 0.9 to develop forecast for years 2 through 6. هتعمل نفس اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي هو ال exponential smoothing هنا للسنه 2 و3 و4 و5 و6 باستخدام الفا مره ب 0.6 ومره ب 0.9 حلو. فدي المعادله تاني اهي، دي المعادله اللي عندنا هنستخدمها مره بالفا 0.6 و 0.9 حلو. شوف بقى حل، هو عاملها هنا ب 0.6 اهي، ادي المعادله طلع ال دي المعادله كل بيعوض فيها يعني كل مره، فطلع ال exponential smoothing او طلع الفوركاست ال 6 سنين او 5 سنين اللي فاضلين يعني. وبعدين هو قال له وطلعها ب 0.9 حلو. ده كده اول سؤال. هو هنا حاطط الماد بس ما اظنش ان هو كان طالبه يعني، بس تمام. وبعدين بيقول لك use 3 year moving average to forecast demand في السنه 4 و5 و6. احنا قلنا 3 year يبقى انا اول 3 مش هيبقى معايا، مش هيبقى فيهم forecast، هيبقى فيهم actual بس. فده اللي هو عامله هنا، عندك كده اول 3 سنين فيهم ما فيهمش forecast، فيهم actual بس. وبعدين طلع forecast السنه اللي بعدها بيزد على 3 سنين اللي قبله 49، خد جمع الثلاثه وقسمهم على عددهم طلع average، بعدين جمع التلاتة اللي قبله هنا اهي وطلع الموفينج افريج وهكذا كده تمام. كده طلع الكارير موفينج افريج. قال له استخدم ترند بروجكشن او اللينير ريجريشن موديل تو فوركاست ديماند من سنة واحد لي ستة. طيب هنا عملها ازاي؟ هنا استخدم اللي هي يعني واحدة هي دي، استخدم الترند. طيب الترند بروجكشن هو عباره عن لينير ايكويشن
تمام. اللينير ايكويجن دي اللي هي واي هات بتساوي اي زائد بي اكس. حلو. الاي ده اللي هو السلوب، والبي اللي هو سوري البي هو السلوب قصدي، والاي ده اللي هو انترسبت. ده زي اي لينير ايكويجن عاديه. البي دي بنعوض عنها يعني بالمعادله دي فنطلع البي، والاي بنعوض عنها بالمعادله دي فنطلع الاي، ونعوض فيهم في المعادله دي فيكون معانا اللينير ريجريشن موديل. هتلاقي اسئله بعدين هيجي يقول لك هات لي اللينير ريجريشن موديل، فهو عايزك تجيب له ايه الايكويجن دي بس. بعدين بقى بيقول لك بقى هتعوض فيها بحاجات تانية، بس قصدي لو قال لك لينير ريجريشن موديل هو عايز المعادله دي كده، فانت هتجيب له البي وتجيب له الاي وتعوض فيهم المعادله وكده يبقى سؤالك خلص. ده بعدين. دلوقتي هو عايز ترند بروجكشن، فهو جاب دلوقتي البي والاي وعوض فيهم في المعادله، وبقى دي هي المعادله، وقعد ايه يعوض بقى كل مره باكس. طيب خلينا نشوف ايه هي اكس وايه هي واي ونجيبهم ازاي. اولا اكس دي بيقول لك في حاجه اسمها اكس، اكس هي الاندبندنت فاريبل، والواي هي الديبندنت فاريبل. حلو. في المساله زي دي انت ما عندكش غير حاجتين اصلا، فانت عندك دي اكس ودي واي. حلو. في اسئله تانية هيبقى في مثلا كذا عمود، هيبقى في حاجات ديبندنت وحاجات اندبندنت، فلازم تفهم ايه الاكس وايه الواي في كل سؤال. طيب هنا عشان يسهل عليك برضه هو عمل جدول كده، وده انصح بيه عامه. انت عندك هنا في انت محتاج سيجما اكس واي، وبعدين هتبقى محتاج الاكس بار، فمحتاج سيجما اكس، ومحتاج سيجما واي، وهي سيجما واي وسيجما اكس سكوير. فكده هو محتاج يطلع لك ادي سيجما اكس سيجما واي سيجما اكس واي، ادي اكس واي واكس واي ضربهم في بعض وبعدين طلع سيجما، وبعدين سيجما اكس اكس سكوير، فخد كل اكس عملها سكوير وطلع سيجما اكس سكوير. طبعا من الاكس ومن الواي هتطلع افريج اللي هم اكس بار وواي بار. تمام. فهو كده اختصر كل ده بانه عمل الجدول الصغير ده، فعرف يطلع القيم على طول، عوض بيها في المعادله هنا، عوض بيها في المعادله على طول فطلع الاي، وبعدين طلع البي عوض فيهم في معادله الواي، طلع الواي كمعادله، وبعدين بقى تبدا تعوض هنا. فالواي هنا اي وبي، اي زائد بي مضروبه في اكس، فهنا ضرب في 1 2 3 4 5 6 فطلع ترند بروجكشن للست سنين مره واحده. تمام. هنا بقى هنا هو ده السؤال اللي كان عشان كده بيحل الماد. هو بيقول لك هنا which with mad as the criteria which of the four forecasting methods is the best. طيب هو يعني تقريبا عملها هنا اهي، عملها هنا ك ك ك اسمه ايه ده اسمها ايه يعني مقارنه بين كل حاجه، لكن هو فعليا هتلاقيه في كل سؤال هنا حاسب الماد لوحده، وهنا الماد اهو وهكذا. فهنا كمقارنه بقى جابها عشان يبقى باين قدامك الاكسبنشن سموذنج ده الماد بتاعته كانت كذا. الماد دي يا جماعه قلنا انها ايرور، فانا عايز اقول ان ايه احسن واحد، اكيد الايرور اقل. فهو هنا قال فعلا ان بيزد اون ذا مين ابسولوت ديفيريشن الترند از بريفيرد اوفر ذا اكسبوننشال، يعني بريفيرد اوفر الثلاثه التانيين. هو قاعد يرصهم بس هو بريفيرد ليه؟ لان هو كل ما الرقم يقل كل ما ايرور تقل كل ما يبقى احسن، منطقي طبيعي جدا يعني. فهو عشان كده ده اقل رقم فهو احسن واحد. طيب السؤال اللي بعده كان 35 registration numbers from an accounting seminar over the past 10 weeks are shown below. حلو. starting with week 2 and ending with week 11 forecast registrations using the naive forecasting method. طيب احنا قلنا ان في انواع forecasting methods مختلفة، قلنا منهم الموفينج افريج والويتد موفينج افريج، وفي الترند الترند اسمه ايه ده ترند فوركاست. في حاجه اسمها النايف ابروتش. النايف ابروتش ده ان انا حرفيا هو نايف يعني ايه؟ يعني ساذج. فهو بيقول لك ان الابروتش الساذج ده ان انا هختار يعني ايه، انا دلوقتي عندي هو قال من اول ويك 2 انا ويك 2 عايز اعمل فوركاست الويك 2، فبقول لك بص انا عملت كام في ويك 1، انا عملت 22 يبقى ويك 2 هيبقى 22 زيه. طب ويك 3 انا عملت في ويك 2 كام؟ قال لك 21، فيبقى انا عملت هعمل 21 زيها. هاخد الاسبوع اللي قبله على طول واقوم رازعه تاني في الاسبوع اللي انا فيه. هو ده هو ده النايف ابروتش. ال 22 اهي هتلاقيه دول كده حرفيا نفس الحاجه، فاهم؟ بس ده يجنرال يعني. ف ده كده النايف ابروتش، حاجه بسيطه قوي، ده سؤال حرفيا بونس يعني. طيب ايه تاني بيقول لك؟ بدايه من ويك 3 ونهايه بويك 11، يعني انا كده هيبقى في واحد زياده هنا، عايز تعمل لي فوركاست للريجستريشن باستخدام تو ويك موفينج افريج. قلنا الموفينج افريج ازاي بقى؟ خلاص
فمش هنقولها تاني. بس هنشوف الاليابان. خد افرج دول افرج دول وقعد يطلع القيم دي تمام ويقسمها على بعض، فدي سهله تمام. وبعدين نفس السؤال قال لك بس على مدار اربع ويك، اربع ويك موفينج افرج. فانا باخد اول اربعه واقسمهم على عددهم، اجمعهم على بعض واقسمهم على عددهم واطلع الفوركاست للويك الخامس. وبعدين اخد الاربعه اللي قبل الويك السادس واجمعهم على بعض واقسمهم على عددهم، هيطلع الفوركاست الويك السادس وهكذا. طيب وبعدين بيقول لك plot the original data and the three forecasts on the same graph. Which forecast smooths the data the most? Which forecast responds to the change the best? طيب السؤال ده يعني انا ما شفتوش اتقال كتير، بس هو من الاخر انت هترسم الجراف وتحط الارقام على الجراف بالسكيل يعني. هتلاقي ان في اللي هي، خلينا نزوم ان شويه كده، الريستريشن دي اللي هي الاصليه، فهي تقريبا كانت دي حاجه شبه كده تمام. والنايف يعني انت من الاخر انت بتحاول ترسم الجرافس باشكال واضحه، واقرب واحد اللي هيكون للاصل او الديماند الاكشوال هو ده ال ذا باست يعني من الاخر. بس هي هنا مش واضحه وانا مش عارف اشرحها احسن من كده بصراحه يعني. هي الجراف ده لو انا رسمتها مش تبقى احسن من كده بكتير، فده احسن حل ليها من الاخر يعني. انت بترسم جراف وتبلوت الداتا كلها بتاعت كل فوركاست، اقرب جراف للاكشوال ديماند اللي جالك هو ده بيكون احسن جراف. طيب احنا قلنا ايه السؤال اللي بعده؟ 40. طيب سؤال 40 بيقول لك الـ owner of department store عنده بـ 7 time series extrapolation to forecast retail sales for the next quarter. حلو، يعني عايز يتوقع الـ sales بتاعته بتاعت الأربع quarters اللي هو إيه؟ ربع السنوي يعني، السنة الجاية عامة، بس هو مقسمها أربع يعني. طيب فالـ estimates هي 120,000 قصدي، إيه الـ 1200 دي؟ 120,000، 140,000، 160,000، 180,000. حلو، دي اربعة كوارترز، اربعة كده، واحد يا سوري يعني واحد اتنين تلاتة اربعة ماشي. متقسمين 1200، 1400، 1600، 1800. السيزنال اندسيز اللي هي اندكس، اندسيز دي جمع اندكس، have been found to be الاربع ارقام دول. حلو ماشي. سيزنال انديسيز هو حتى الباشمهندس او الدكتور مش عارف حط المعادله دي في السؤال. هي المعادله بتاعت انا لما عايز احسب اسمه ايه ده تايم سيريز اكستربوليشن يعني عشان استخدم الفوركاست دي فوركاست لي بي السيزنال فوركاست، حتى هتلاقينا عاملينها ايه سيزنال اند، لا سوري الترند اندكس عباره عن الترند مضروب في السيزنال اندكس. فهنا الترند كان الاندكس كان مديهولي والترند فوركاست مديهولي، هضربهم في بعض هطلع السيزونال ترند، او هنا اسمه ايه الترند اندكس اي جس تمام. السؤال ده مش عارف هو فين بالظبط، بس يعني هو مديك 3 سنين اهو، و average period، average monthly demand، و seasonal index. انا مش عارف، هو السؤال ده مش هنا عامة، انا مشفتوش يعني، فممكن نسكيبه عادي. السؤال اللي بعده 52 ماشي، ده حلو. بيقول لك bus and subway ridership for the summer month in London, England is believed to be tied heavily to the number of tourists visiting the city. يعني يعني عدد الناس اللي بتركب قطر او الاوتوبي او السبوي، سبوي اللي هو مترو مثلا، tied heavily دي يعني tied heavily هنا يعني مرتبط جدا يعني، عارف اللي هو مبني على او مرتبط بيه عدد الناس اللي السياح اللي بيزوروا المدينه. فبيقول لك احنا على مدار ال 12 سنه اللي فاتوا جمعنا بعض الداتا. حلو، plot these data and decide if a linear model is reasonable. حلو، فانت هتعمل جراف، تعمل جراف اكس واي، تحط بستيل وتحط number of tourists والnumber of riderships زي كده بالظبط اهو، ايه riderships number of ridership ونumber of tourists،
وبعدين ايه لو لقيتهم حوالين ممكن يبقوا حوالين لينير او خط مستقيم يعني، يبقى احنا ممكن نقول it appears to be following the points do scatter around the straight line، يبقى كده ممكن اسمه ايه ده لينير موديل يستخدم يعني. طيب فقال لك السؤال الثاني developer regression relationship اللي هي ايه اللينير regression model اللي احنا بنعمله زي اللي هو فين الداتا شيت اللي هو الترند من الاخر يعني. فهنرجع نستخدم السؤال ده تاني. فاحنا كنت بقول لكم انا من شويه ان في اكس وواي، في حاجه اسمها اندبندنت وفي حاجه اسمها ديبندنت، هو ده. فانت عندك الديبندنت فين السؤال بس الاول. هنا عندك ايه المبني على ايه، هو بيقول لك ان عدد السياح بيزود عدد الناس اللي بتركب اتوبيسات، فمعناه ان النمبر اوف تورست هو ده الاندبندنت اللي هو غير مبني على حاجه تانية، والرايدر شيب هو اللي مبني على عدد التورست فهو ده الديبندنت. تمام. فهي هنا انا بس مش قصدي اعلم اكس، هي دي اكشلي دي اكس ودي واي. حلو، لان اكس اندبندنت وواي ديبندنت، حتى هنلاقيه هو عاملها هنا كده اهي. عايز ايه؟ developer regression model. ادي اكس وادي واي وادي اكس اكس سكوير وواي سكوير واكس واي. زي ما قلنا احنا عايزين نجيب المعادله دي، فهنطلع اي وبي. فعشان نطلع اي وبي لازم اقعد ايه اجيب سيجما اكس وسيجما واي واكس سكوير وواي سكوير وسيجما اكس سكوير الحاجات دي كلها. فهو طلعها لوحدها هنا كده، نكتبها على جنب، وبعدين نطلع الاي لوحدها والبي لوحدها والاي لوحدها، وبعدين اعوض في معادله الواي. فكده هو ده السؤال اللي كنت بقول لكم عليه developer regression relationship. هو بس عايز منك المعادله اللي هي النهائيه اللي هي دي، ده الفاينل انسر. بعدين what is the expected ridership if 10 million tourists visit London in a year. حلو، انا دلوقتي معايا linear regression model، كل اللي عليا ان انا هعوض عن الاكس ب10 بس كده. ده سؤال بسيط جدا. هو بيقول لي الاكس عندك، هو بيقول لك ايه الاكسبكتد، ايه الاكسبكتد واي لما اكس بتساوي 10، هحط اكس ب10 واطلع واي بكام. بس بعدين بيقول لك if there are no tourists at all ده السؤال سوري explain the predicted ridership if there are no tourists at all. طيب هنا بيقول لك لو انا ما عنديش اكس هنا بصفر واي هتساوي كام. طبيعي ان انا لما عندي اكس بصفر، فين المعادله انا طلعناها فين، المعادله دي لما اكس عندي بصفر ده يبقى صفر، هيبقى هيطلع لي الرقم ده. بس زي ما هو قال كده model predicts a ridership of 0.511. بس ما تحطش امل في الفوركاست ده قوي يعني، لان الرقم التورست اللي هو صفر ده outside the range of data اللي انا استخدمتها. يعني انا اصلا الداتا اللي انا استخدمتها كلها ما كانش فيها صفار، فانا ما اقدرش اقول ان الفوركاست ده accurate عشان انا ما حطيتوش ضمن الاعتبار بتاع الفوركاست اساسا يعني. ما كانش within الداتا اللي انا الرينج بتاع الداتا اللي انا حطيتها اللي طلعت على اساسها الفوركاست. طيب عندك السؤال اخي، السؤال ده لسه فيه تاني. ايه الستاندرد ايرور اوف ذا استيميت واي وات از ذا موديل كورليشن كوفيشنت اند كوفيشنت اوف ديتيرمينيشن. طيب ستاندرد ايرور دي معادله تانيه كده، تمام نعمل لها زوم كده شويه. معادله تانيه بتقول لك الستاندرد ايرور بتساوي سكوير روت اوف سيجما واي سكوير ناقص اي في سيجما واي ناقص بي في سيجما اكس واي على ان ناقص 2. حلو، لان ده عدد السنين او عدد الداتا جيفن، فهنا كان 12 سنه لما احنا قلنا ان هنا ده مديني 12 سنه، فده عدد السنين. الواي طبعا عارفينها والواي هنا عارفينها والاكس واي عارفينها والبي جبناها والاي جبناها، كل ده هنعوض في معادله عادي ونطلع الرقم بس كده نعمل له راوند. هو طبعا الدكتور كان بيقول ان هو في بوم متقرب لحاجه تانيه، بس يعني دي كده نحل على ورق عادي. طيب الكوريليشن كوفيشنت والكوفيشنت اوف ديترمينيشن برضه دي معادلات تانيه اهي. المعادله دي كده فيها ايه، ان واكس واي واكس واي وان واكس سكوير وسيجما اكس سكوير، كل ده حاجات انا مطلعها اوريدي في اول السؤال. هعوض في المعادله دي واجيب ده كوريليشن، هي دي غلط، هي دي coefficient of correlation، correlation coefficient قصدي ايا كان، هي واحدة correlation coefficient وواحدة coefficient of determination. هو بس ايه يعني في كلام هنا مش مظبوط مش اكتر. طيب عادي يعني correlation coefficient و coefficient of determination، واحدة بتساوي r والتانية بتساوي r square بس كده. الفكرة في حالي
انا دلوقتي بطلع الكوريليشن كوفيشن ده. حلو، الكوريليشن كوفيشن ده هو هنا مش طالبه. طيب هو كان في خليني كده اشوف في الداتا اللي انا كنت كاتبها، هتلاقوا الكوريليشن كوفيشن ده هي راحت فين. لما بيساوي صفر بقول ان no correlation between x و y، لو واحد بقول strong correlation، لو سالب واحد بقول strong inverse correlation. تمام، يعني هو كل ما يقرب لده او ده او ده اكتر، يعني واحدة يا اما strong correlation يا اما strong inverse correlation عكسية يا اما no correlation خالص لو هو صفر. بس انا مش عارف هو طالع هنا برقم مش صفر او واحد او كده، يعني مش متأكد ده معناه ايه بصراحة. بس هو كده كده الدكتور مقالش كومنت على الكوريليشن فعادي عدنا هنا. جزء ايه تاني؟ 559. طيب سيلز اوف تابلت كمبيوتر، ماشي. سيلز تابلت كمبيوتر زي التد، ده محل الكترونيات يعني. Over the past 10 weeks are shown in the table. السيلز بتاعت العشر شهور، عشر الأسابيع اللي فاتوا محطوطة في تيبل. هو ده تيبل وده تيبل تاني عشان بس ايه متلخبطوش، هو متقسمه. فاقروا الاسئله كويس واعرفوا ان الحاجات دي بيبقى فيها ايه، ساعات بتبقى كده اللي هو اتنين، يعني تيبل واحد متقسم على اتنين. طيب ماشي، بيقول لك ايه السؤال. Forecast demand for each week including week 10 using exponential smoothing. حلو، ماشي. هو عايزك تستخدم، عايز تعمل الفوركاست الاسابيع كلها، ومديك ان الانيشال فوركاست بتاع اول اسبوع 20. طيب احنا في سؤال حلناه اوريدي شبه كده، احنا عندنا المعادله بتاعه الاكسبوننشال سموذنج اهي. عايز الفوركاست ده، ده الفوركاست، هاخد فوركاست الشهر اللي قبله ما زائد الالفا اللي هي الاكسبوننشال سموذنج كونستانت مضروبه في الاكتوال الشهر اللي قبله او الاسبوع اللي قبله ناقص الفوركاست بتاع الشهر او الاسبوع اللي قبله. حلو، فده دي المعادلة هعوض فيها واطلع الفوركاست بتاع ايه بقية الاسابيع. حلو، طيب ده اول حاجة. قال لك compute the mad، الماد اللي هو اللي قلنا mean average deviation اللي هي الايرور، هو حسبها هنا. هنا 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 ما حسبهاش، بس دي مش الماد، دي الايرور اللي هو خد الفوركاست ناقص الديماند. هنا المعادلة الاكشوال قصدي ناقص الفوركاست، ابسولوت الاكشوال ناقص الفوركاست وسيجما على ان هو ده الماد. هنا عملها على كذا ستيب، يعني هنا قام خد الديماند ناقص الفوركاست، ديماند ناقص فوركاست، ديماند ناقص فوركاست. حلو، بعد ما جاب الكلام ده قام عمل هنا ابسولوت، قام عمل ابسولوت لكل واحد، يعني ده كده عمل ابسولوت لكل واحد. بعد ما عمل ابسولوت قام جمع كل دول، لما قسمهم على ان قام طلع الماد. هو عملها على كذا ستيب، انت ممكن تسكيب ده وتعملها مره واحده بس، يعني هي دي طريقه حل هنا. يقول لك computer tracking signal. ايه tracking signal ده بقى يا جماعه؟ دي لسه ما عدتش عليه. tracking signal دي اهي، خليني انا عايز اجيب حاجه بس ثانيه عشان اشرحها برضو. tracking signal كشرح، مش عارف الاقيها ولا لا، مش فاكر اسمها فين، عديتها تقريبا. tracking signal is a measurement of how well a forecast is predicting actual values. يعني قد ايه الفوركاست ده، يعني انا عندي دلوقتي عندي حاجه اسمها ماد، الماد بحسب ايرور، نسبه الايرور في الـ في الـ في اسمه ايه ده، في الفوركاست. يعني انا بحسبها ازاي؟ ان انا بشوف الاكشوال ديماند كان ايه والفوركاست كان ايه واحسب الايرور بينهم. ده كده الماد والماب والام اس اي والحاجات دي. حلو، التراكنج سيجنال بقى بيقيس قد ايه الفوركاست ده بيبريدكت اكشوال فاليوز. هي دي، انا مش بحسب بس الايرور، لا انا بحسب، مش بحسب قيمه الخطا، لا انا بحسب قد ايه هو قريب ليها، بديها قيمه اللي هي تراكنج سيجنال. فهي محسوبه، بتتحسب ازاي؟ الكيوميوليتيف ايرور مقسومه على الماد. الكيوميوليتيف ايرور دي اللي هي ايه؟ سيجما الاكشوال ديماند في الفتره المعينه، حلو، ناقص الفوركاست في الفتره المعينه دي. يعني مثلا خلينا نرجع تاني، احنا فين؟ عايز تراكنج سيجنال. احنا طلعنا دلوقتي ديماند وفوركاست. حلو، الكيوميوليتيف ايرور تمام، هو هنا حسب الكيوميوليتيف ايرور اهي، هي دي الكيوميوليتيف ايرور حسب هنا الرننج سوم. هو هنا الفرق بينهم كام؟ هنا احنا قلنا كان ايه؟
الاكشوال هنا حسب الاكشوال ناقص الفوركاست صفر، الاكشوال ناقص الفوركاست واحد، الاكشوال ناقص الفوركاست هنا 7.5، حلو، هو زود على الواحد دي 7.5 بقت 8.5، وهنا الاكشوال ناقص الفوركاست كام كده؟ 5 ده ايه ده؟ 7 5 13 و75، 13 75 وزود عليها 8 وهكذا كيوميليتيف، قاعد يجمع على اللي قبله، ده يجمع على اللي قبله، ده يجمع على اللي قبله، ايا كان اللي هيطلع هنا يجمعه على اللي قبله، لحد ما طلع ان الرننج سم 14.05 الا وهو الكيوميليتيف ايرور. فهو حسب الكيوميليتيف ايرور لوحدها، وبعدين لما حسب الماد قسمها على الماد فطلع التراكنج سيجنال. تمام، فهي دي ده سؤال التراكنج سيجنال. انا فاضل كده اي ثينك ده اخر حاجه. طيب خلينا نمشي كده على الداتا شيت برضو باختصار عشان نمشي نشوف هل احنا حلينا على كل المعادلات ولا لا. انت عندك، طيب اول حاجه شابتر 4 احنا حسبنا حلينا على الموفينج افريج، تمام، حلينا على ويتنج موفينج، وحلينا على الاكسبوننشال كذا حاجه، وحلينا على الماد. طيب احنا محلناش على دول، الفكره كلها ان هما دول نفس الكونسيبت بتاع الماد، هما دول برضو انواع من الايرورز. يعني خلينا نشوف كده، هتلاقي في انا عايز ايه، عايز ده، اوكي، هتلاقي في البابلش، حلو، او خلينا في الرابيد ريفيو، حلو، الرابيد ريفيو برضو لذيذ يا جماعه، يعني انصحك تقراه. عندك ان هو المين سكويرد ايرور، الافريج سم اوف سكوير ديفرنس، المعادله بتاعته اهي، هو برضو كلها ان انت هتعوض في المعادله، الايرور معمول لها سكوير، سيجما الايرورز يعني معمول لهم سكوير، بس خلي بالك دي هتحسبها ازاي، هتجيب كل ايرور تعمل لها سكوير الاول، يعني انت هتجيب الاكشوال ناقص الفوركاست تعمل لها سكوير لكل اي، او لكل يونت يعني، او لكل فتره، كل بيريد، خلينا نقول لكل بيريد هتطلع الفوركاست ايرور تعمل لها سكوير، وبعدين كل البيريد اللي بعد تعمل لها تطلع الايرور تعمل لها سكوير، بعدين تجمع الايرورز دي اللي هي معمول لها سكوير اوريدي. دي طريقه حل الام اس اي، وتقسمهم طبعا على العدد. الماب مين ابسولوت بيرسنت ايرور، دي الاكشوال فوركاست، دي زي المات شويه، الاكشوال ناقص الفوركاست ابسولوت مقسوم على الاكشوال ومضروب في 100، معمول برسنتج مش اكتر يعني، وبعدين بعد ما اعمل برسنتج اقسم على الان. طيب ايه تاني، احنا فين كنا في الداتا شيت؟ فدول الاثنين دول طبعا حلينا على الترند، كل الحاجات دي حلينا على السيزن اندكس اظن، مش فاكر حلينا على دي ولا لا، بس دي برضو يعني هي المعادله بتاعتها بسيطه. مثلا لو في اي حاجه واقعه اسالوني فيها ابعتولي. نفس الوقت الجزء بتاع اللي هو يعني قصدي مش الجزء بتاع الماده دي يعني البرودكشن مانجمنت، الحاجات اللي الدكتور منزلها على التيم سواء بقى من الببلش او الرابيد ريفيو كويسين جدا للمراجعه، بس الببلش يعني طبعا عام واشمل لكل حاجه هتلاقوها ان شاء الله. الترند دي حلينا عليها، احنا ما حلناش السؤال ده. طيب السؤال ده ممكن ابقى اشوف سؤال كده تاني وابقى انزله فيديو مختلف عشان مش عارف هو فين دلوقتي. طبعا حلينا على دول ودول، تمام، بس خليني اختصر برضه، ممكن اشرح ده سريعا كده. انا دلوقتي مش عارف هو ليه مش فيش سؤال عن ده، مش فاكر، انا فاكر ان كان في حاجه عنه، ثانيه كده، تقريبا هو ده، اوكي. طب بحل في سؤال هنا، طيب السؤال هنا بيقول لك we applied trend adjusted exponential smoothing، ده هو انا شفنا اللي هي الترند، الترند لوحده او اللينير ريجريشن، وفي حاجه اسمها اكسبوننشال سموذنج. فالاكسبوننشال سموذنج دي والويتد موفينج افريج والموفينج افريج دول انواع فوركاستنج تستخدم لما ما يكونش في ترند في الديماند او نوع الحاجه اللي انا بقيسها يعني. لو ما فيش ترند فانا بستخدم الحاجات دي عادي، لكن لو في ترند ما اقدرش استخدم مثلا اكسبوننشال سموذنج لان هو ما بياخدش في حساباته الترند اللي موجود، فممكن يطلع حاجه ان اكيوريت. فانا عملوا حاجه اسمها اسمه ايه ده؟ Trend Adjusted Exponential Smoothing. انا عايز اعمل Forecast Using Exponential Smoothing بس في حساباتي واخد الترند الموجود اللي انا ملاحظه على الحاجه اللي انا بقيسها دي. فهنا بيقول لك We apply Trend Exponential Smoothing to forecast demand for a piece of pollution control equipment في الشهور 2 و 3 out of 9 شهور of data provided.
let us now continue this process for month 4. We want to continue confirm the forecast for month 4 shown in table 4.2 page 155. ممكن نفتح البتاع التاني ده. 155 قشطة ماشي. And figure 4.3 for month 4 A4 equal 19 with alpha بتساوي 0.2 beta بتساوي 0.4. حلو. طيب أنا عندي دلوقتي اديني 10 شهور اهم، اديني actual demand لتسع شهور منهم، smooth forecast average حلو، smooth trend حلو، وبعدين forecasting including trend كذا. هو ايه هو هنا كده؟ هو مش ده محلول ولا استنى كده؟ هو عايز هو عايز يعني يستخدم trend adjusted exponential smoothing. طب ما هو معمول. طيب هو عايز يأكد عليه يعني. اوكي هو مديك القيمة اصلا وعايز يأكد عليه، هو عايز الشهر الرابع ده اوكي يتأكد منه حلو. فهو من الاخر يعني بيقول لك احسب لي الترند ادجستد اكسبونشال سموذنج للشهر الرابع واكد ان القيمه دي صح. حلو حلو. طيب مديني بقى كل الحاجات دي. انا دلوقتي هنرجع المعادله عشان المعادله دي احسن على الاصل كده، بس هي سهله يعني اللي عملته ده. دلوقتي انا عندي الاف اي تي تي دي اللي هي الفاينل انسر اللي انا عايز اجيبها، دي اللي هي ترند ادجستد اكسبونشال سموذنج. دي عباره عن ايه؟ اف تي وتي تي. الفوركاست هنا دي الفوركاست للتي، التي دي اللي هي قلنا البيريد المعينه، فدي فوركاست للاربعه مثلا اف ار اف 4 زائد التي 4. التي 4 ده اللي هو ترند للبيريد المعينه. فهنا مديني ماشي خليني بس اظبط دي. مديني الاف تي في الفتره 4 17.82 والتي تي في فتره 4 2.32. حلو. طيب انا عايز فين السؤال؟ انا عايز اعوض في المعادله دي حلو عشان اطلع الاف تي والتي تي اللي هو مديهم لي دول انا بتاكد منهم. فمديني الفا بكام برقم وبيتا برقم، مديني الفا بكام؟ قال لي الفا هنا قال لي ايه 4 الاكشوال 4 بتساوي 19 والالفا بتساوي 0.2 والبيتا بتساوي 0.4. حلو. انا عايز اطلع الاف 4 اهي، فالمعادله بتساوي فين؟ هي الفا في اي تي ناقص 1 ال 4 ناقص 1 اي تي اي 3. حلو. هنا اي 3 كانت ب 20 وهنا ثانية معلش هو جاب اي 3 من الجدول ده، قال اي 3 اهي الاكشوال ديماند فعلا ب 20. حلو. وبعدين زائد 1 ناقص الالفا، جبنا الالفا عادي، اف 3 قلنا هنا في اف 3 اهي والتي 3 اهي، فحسب اف 3 15.8 والتي 3 ب 2.1 او 0.10 ايا كان، وحسب الاف 4 عادي جدا دي اللي هي الاف تي. احنا قلنا كده هو جاب الاف تي. حلو. هيقوم عامل نفس الكلام، عايز يجيب التي تي. التي تي اللي هي هنا تي 4، فالتي 4 اللي هي 2.3 دي هو عايز يجيبها لسه. هيحسبها ازاي؟ بالمعادله اللي قلنا عليها ان هي بيتا في اف 4 ناقص اف 3 بعدين زائد 1 ناقص البيتا في تي 3. حلو. فالبيتا 0.4 اهي جيفن هنا، الاف 4 جابها من راحت فين؟ اف 4 جابها من اللي انا حاسبها من شويه اللي هي 17.8، هو حاسبها هنا اصلا لسه حاسبها دلوقتي، ما انا بعيد التاكيد على الاجابات اللي هو محطوط. 17.82 جابها من هنا، الاف 3 جابها من الجدول هنا، خليني امسح عشان اتاكد بس ماشي. ادي كده اهي دي اف 4 اف 4 اهي واف 3 اهي واي 3 اهي واي 4 دي اللي انا عايز اجيبها بالنسبه دلوقتي يعني. هي اف 3 17.8 و15.8 18 دول جيفن يعني، واحده حسبناها واحده جيفن حسبناها وجيفن عوضنا هنا، زائد 1 ناقص البيتا، البيتا برضو قلنا جيفن هنا، التي 3 قلنا جيفن هنا اهي ال 2.1 عوضنا بيها جبنا التي 4. حلو.
بس انا دلوقتي جبت اللي هو بالنسبه له يعني الاف تي والتي تي اللي هم انا بقى اتاكد منهم، جمعناهم على بعض طلعت 20.14 اللي هي هنا الاف اي تي بالنسبه لاربعه. فده سؤال الترند ادجستد، ترند ادجستد اكسبوننشال سموث. سؤال سهل وبسيط، هو بس معادلاته شكلها ايه معلصه شويه باننا مش هنحفظ وهي مكتوبه، فالدنيا سهله يعني. فكده خلصنا برضو الجزء ده، كوفيشنت كورليشن قلناها، كل دول قلناهم تمام. لو في اي اسئله، لو في اي مشاكل، حد ابعتوا لي طبعا على الواتساب او ابعتوا على الجروب او اي حاجه. اتمنى يكون في التوك شويه معاش في شويه لخبطه كده في النص، بس يعني هوبفلي الفيديو ده يكون مفيد يعني. حاولت اجمع كل الشابتر فيه يعني مره واحده. تمام كده يا شباب، لو في اي حاجه ابعتولي ان شاء الله.